قصصنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم هايلين اليوم بهذا الزي الشباب هذا، راكم هايلين. أنا اللي عارف علاش راكم هكذا الشابين، لأننا اليوم ودرنا تاني سنة وشابة. علاش؟ باش نحتفلوا ب عيد الأضحى. برافو 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 برافو. شكون اللي يقدر يقول لي عيد الأضحى نسبة لمن؟ علاش نحتفلوا بعيد الأضحى؟ شكون اللي يعرف؟ تعرفي نسبة إلى سيدنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشي لسيدنا محمد. شكون يعرف نسبة لسنة الرسول؟ سنة الرسول. شكون اللي النبي اللي ربي وحاله باش يذبح وليده؟ تعرفوهاش؟ تعرفوها؟ شكون؟ إسماعيل سيدنا. فوالا، إذن نسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام. وأنا عندي مفاجأة لكم من بعد. قبل هذا الشيء، في هذه الفترة هذه منذ فترة قصيرة احتفلنا العالم احتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، لأن العلم نور، العلم نور والجهل ضرام. العلم نور والجهل ضرام، إذن يجب أن نتعلم يا أخي. إذن قبل ما نبدأ دائما في أول الحصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟ ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟ فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال اللي رام يشاهدوا فينا، بإمكانهم الإجابة على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال في انتظار التفكير تاعكم على الإجابة عن اللغز، حبينا في هذه الفترة هذه بما أننا نحتفل بعيد الأضحى وجبنا الكاتو ورايحين كاين مفاجأة تانية راح ندير لكم الحنة وكامل، كلفنا الباحثة نور الهدى باش ديرنا بحث عن سيدنا إسماعيل عليه السلام. إذن تصفيقة على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. بمناسبة عيد الأضحى اليوم جيت نحكي لكم على حياة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وهو ابن هاجر وجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تعالى إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها وإلى العماليق وأهل اليمن، فدعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده. قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، سورة النساء. وهذا ما يدل على أن دين الأنبياء كله واحد وهو الإسلام. لما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالحه كأبيه ورأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من خصائص الأنبياء أن قلوبهم لا تنام إنما تنام أعينهم، فأخبر إبراهيم ولده إسماعيل بهذه الرؤيا، فكان موقف إسماعيل الصبر والثبات، وأظهر لأبيه التسليم لأمر الله وأنه سيكون عونا له على طاعة الله، فكان له الدرجات العلى عند الله.
لما شب إسماعيل عليه السلام في تلك البقعة المباركة من مكة المكرمة وترعرع في قبيلة جرهم وتعلم منهم اللغة العربية وأساليبهم، ولما رأوا عظيم سيرته وخلقه زوجوه من فتاة عربية من قبيلتهم قيل. ثم ماتت أمه هاجر عليها السلام في مكة، وجاء إبراهيم عليه السلام مرة إلى مكة من فلسطين يريد أن يتفقد إسماعيل، وقال إبراهيم لولده إسماعيل: إن الله أمرني بأمر فأخبره بأن الله أمره أن يبني بيتا وهو المسجد الحرام الكعبة، ودله على المكان. فعند ذلك تعاون إبراهيم مع والده إسماعيل ولده إسماعيل على بناء الكعبة ورفع القواعد من البيت، وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سورة البقرة. ذكر من سيرته أنه أول من ركب الخيل، وكانت قبل ذلك وحوشا فأنساها وركبها، وكان عليه السلام قد تكلم بالعربية الفصيحة البالغة التي تعلمها من قبيلة جرهم الذين نزلوا عندهم بمكة بسبب ماء زمزم طيب المبارك. ولد لإسماعيل عليه السلام من زوجته السيدة بنت مضاض الجرهمي 12 ولدا ذكرا، وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه. مات عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره الله بتبليغه، ودعا إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله، ودفن قرب أمه هاجر. وقيل كان عمره يوم مات 137 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وشكرا. صلى الله عليه وسلم. إذن يا أطفال، عمو يزيد بمناسبة عيد الأضحى جبت لكم أغنية جميلة، أغنية تتغنى بصلة الرحم يا أخي. في هذه الأثناء أنا نغني الأغنية تاع العيد، راح نستضيفوا إكرام ونور الهدى يجوا باش يديروا لكم الحنة. تحبوا الحنة؟ إذا تفضلوا إكرام نور الهدى توسيوا لهم الحنة، وأنا نغني لكم محلى طلة العيد. يلا الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. بعيد جاء بالخير، جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميل. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح بجنبي بعضنا نرتاح. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا
عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب فلا دمع ولا أحزان تألف بيننا ربي عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب فلا دمع ولا أحزان تألف بيننا ربي تألف بيننا ربي جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد برافو 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 يا أطفال عجبتكم الأغنية؟ نعم درتوا كامل الحنة؟ نعم برافو 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 وش رأيكم دركا؟ نروحوا تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم يلا إذا دركا رايحين كامل نرحبوا بعمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت إذا تصفيقها لعمو نور الدين برافو 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 تصفيقة 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 برافو 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 عمو نور الدين إذن يا أطفال أنا راح نشعل الشمعة باش هكذاك تكتمل فرحة العيد لا لا هادو تاع العيد هادو فوالا يا أطفال تحبوا الحكايات؟ إذن يلا معايا نحكي لكم حكاية جميلة جميلة هي تعديك والثعلب الغبي
إذن يا أطفال، اليوم راح نحكي لكم حكاية جميلة، هي حكاية الديك والثعلب الغبي. واحد النهار كان الديك يمشي هكذا مع ولاده، ولاده اسمهم الفلالس يا أخي، يمشي مع الفلالس هكذا يمشوا، وقال لهم ردوا بالكم، قال لهم لازم تقعدوا معايا، لازم واحد ما ينصرف علينا، لأنه الثعلب الماكر يمشي هو والذئب كامل خاف عليهم، قال لهم بالكوا. وقعد يمشي يمشي، وكان واحد الفلوس الصغير هكذا ما خداش الراي وخرج على القطيع هكذا. كي خرج على القطيع والذئب كان يعس فيه، الذئب ما كانش بعيد، خلى هذاك الديك راح وحكم هذاك الفلوس، حكمه قال له حكمتك، واش يدير؟ بلعوا حطوا في فمه هكذا. ومن بعد سمع الديك يجري يحوس على وليده، فاق بلي وليده ما كاش، قاعد يحوس عليه يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي. ومن بعد الثعلب هذا كي شاف الديك جاي خاف، واش دار؟ تكسل هكذا في الارض وغلق فمه هكذا ولعبها ميت هكذا. الحق عنده الديك هكذا، الديك قاعد يحوس على حيله باش هذاك الثعلب يفتح فمه، كيفاش يدير له؟ الحق عنده، قال انا عمري ما شفت انا الثعلب يموت هكذا وفمه مغلوق، دائما الثعلب كي يموت فمه مفتوح. ومن بعد هذاك الثعلب كي سمعوا قال هذا كيف في قلبي ماهيش ميت تاع الصح، نفتح فمي. كان راقد هكذا، من بعد فتح فمه هكذا، خرج هذاك الفلوس يجري، حكموا الديك هكذا وليدو، حكموا وليدو هكذا، وقالوا يا وليدي تقلقت عليك، وين كنت يا وليدي؟ وعلاش ما خديتليش الراي وكان قعدت معانا وكامل وراح. إذن عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية أنه يجب على الأطفال دائما طاعة الوالدين والأخذ بنصائحهم. برافو برافو بوبي، برافو برافو برافو، يجب دائما طاعة الوالدين والأخذ بالنصائح. يا أخي أطفال برافو برافو، عجبتكم الحكاية؟ إذن يا أطفال دركا مدبية، شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ نكتة جميلة، تعال واسمك وليدي؟ أنور أعطينا النكتة تاعك. واحد الطفل قالت له شيخة واسمها النجمة بالفرنسية، قال لها الطفل، واحد الطفل كان قدامه قال لها لي طوال، من بعد قالت له درها لي في جملة، قال لها لي طوال يقعد من اللور ولي قصر يقعد من القدام. برافو برافو، شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي بنتي تعالي أروحي الشابة، واسمك بنتي؟ نهاد أعطينا النكتة تاعك بنتي، واش هي النكتة تاعك؟ نحب ماما وبابا. تحبيهم في زوج؟ وعمو يزيد؟ تاني هيا. برافو برافو بنتي، برافو. شكون اللي عنده نكتة تاني؟ عندك نكتة؟ تعال أروحي واسمك؟ أسمع واش هي النكتة تاعك؟ احكي لنا النكتة. كانت واحدة الفراشة جرت مولا الوردة، طارت الفراشة ما قدرتش ما تتلها اليد تاعها. واش ما قدرتش؟ ما قدرتش تمشي. برافو 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 برافو، تعالي بنتي تعالي اروحوا في زوج، تعالي اروحي قعدي هنا، اروحي انت تاني، لا جي موراها. داكور واسمك بنتي؟ لينا. اعطينا نكتة تاعك لينا. واحد لقطة. ها؟ واحد لقطة. ايه؟ وش هي؟ قالت لي ماما هكذا برك. معلش، برافو بنتي، برافو. أروحي بنتي. تعالي، أروحي بنتي، واسمك؟ مالك. كان واحدة نهار، واحدة طفلة كانت تلعب داخل دارها، ومن بعد هذيك كي كانت تلعب عطت لها يماها قالت لها يا نروحو نشرو، ومن بعد كي قالت لها يا نروحو نشرو لقات الشرا، ومن بعد دخلوا للدار قالت لها ماما نسينا حاجة، ومن بعد قالت لها وشنو هي؟ قالت لها هي بطاطا، ومن بعد قالت لها صح. من بعد هذيك جا خوها قال لها ماما عطيني نشري، من بعد هذيك راح يشري، ومن بعد هذيك شرا لها، ومن بعد هذيك راح للدار، دخل للدار، ومن بعد كي دخل للدار
راح نرقد ومن بعد ختم وداتو قالت لي هي تلعب معايا ومن بعد قالها خليني راني راقد ومن بعد هي لعبت وحدها ومن بعد ديك حبيت تلعب تليفوني معاها ومن بعد لعبت في تليفوني معاها ومن بعد ديك راح ومن بعد ديك خلاصت. خلاص برافو 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 برافو. اروحي اروحي قولي لي اسمك. تاع الفراشه انت تاني واش تحكي؟ ما نعرفش. ما تعرفيش؟ لازم تعلمي. ها هي برافو برافو. اروح جديد تعال. واش حبي تحكي؟ تحكي بابا حتى ما راح يحتم بوليسي ابهت مثل حفوكا يدال أبهات أبهات. راح بابا يخدم الخدمة. أي برافو برافو برافو. إذن يا أطفال واش رايكم دركا الحقنا الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي ترميه إذا احتجت له؟ واش هو؟ واسمك بنتي؟ سلمى. واش هو الجواب؟ سنارة. شبكة الصيد. شبكة الصيد. كيس قمامة. كيس قمامة ترميه إذا احتجت له. الكبش. الكبش. لا ماشي الكبش. تعالي بنتي واش هو؟ مزبالة. المزبالة ترميها كي تحتاجيها. ما هو الشيء الذي ترميه إذا احتجت له؟ هو شبكة الصيد. برافو. شكون اللي قال لي؟ تعالي بنتي تعالي. احنا اللي يصيب بالجواب دائما نعطوه هدية. روحي بنتي. اذا الهدية تاعك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس، وكذلك سيدي عمو يزيد من حق الطفولة فيه 22 أغنية. ان شاء الله تستفادي بهم. برافو بنتي برافو برافو برافو. اذا لحقنا دركا الركن عيد الميلاد. عيد الميلاد عندنا اليوم عيد ميلاد نهاد. نهاد تعالي نهاد التحقي بيا خمس سنوات. إذن أنا وانتم راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع نهاد. إذن عيد ميلادك أحلى عيد. يلا تغنوا كامل معايا، التحقوا بيا. تعالوا يا أطفال تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل،
برافو برافو برافو. إذا النهاد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. برافو. إذا كل عام وأنت بخير نهاد. إذا يا أطفال عمو يزيد يعطيكم كامل كامل يعطيكم الشهادة، شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد بالأسم نتاعكم، باش تحتفظوا بها تعلقوها في الدار تخلوها كذكرى يا أخي. إذا هذه تاع عبداوي نهاد، وانتم كي تخرجوا راح نسيبوا الشهادة تاعكم عند الأولياء تاعكم. تفضلي بنتي هذه ديالك. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. نحبكم. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.